بستقبل معي الليلة السيدة أروى حلاوي مديرة الجمعية اللبنانية للتوحد. اسمحي لي قبل ما بلش أنا وياك أشكر رفايال خوري هالطفل البطل اليوم يلي ساعد على إيصال هالرسالة والمعلومات، وأهله لرفايال يلي قبلوا أنه يشارك بهيدي التجربة واعيين على أهميتها، والسيتي سنتر ببيروت يلي حمل معنا هيدي القضية والحريص أنه يحقق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم. أول شيء شو رأيك بالتجربة الإكسبرمنت يلي صار؟ يعني أنا أول شيء جو بدي أتشكركم لأنه رح تعملوا هالسيجمنت هيدا ببروجرام هالقد من شاف بهالوقت هيدا على المستقبل نحن بالنهار. الإكسبرمنت أنا كتير كتير ما كنت متوقع هالقد يكون ردة فعل العالم، كنت متوقع إنه يكون في ناس لا بالعكس ما يكونوا هالقد متجاوبين، هيدي معناتها إنه صار في توعية، مع إنه أول ما بتشوف يمكن سألوا العالم مش الكل عرفوا شو التوحد، فكروا شيء سياسي. هيدا اللي بدي أسألك اليوم، نقول للناس شو هو التوحد باختصار. نعم. كيف مفروض نتعامل معه؟ التوحد هي مشكلة بيخلق فيها الولد بتبين عمر السنة وشوي لما بيصير فيه تواصل، لأنه هي بتصيب التواصل اللفظي وغير اللفظي، يعني في ولاد بيحكوا إنهم ما بيحكوا أبدا واللي بيحكوا بطريقة بابغائية، فإذا هي بتصيب التواصل الشفهي، بتصيب إنه ما بيعرفوا يلعبوا مع غير أولاد. نعم. ما بيعرفوا بتعيط لما بيردوا عليك، بصير في عندهم حركات تكرارية، ما بيعرفوا يلعبوا بغير وهون دور الأهل يعني خاصة بالبداية، يعني قديش. نعم. أهمية هالتجارب اليوم ونحن قصدناكم لحتى نتعاون، وكنتوا بالاول شوي مترددين وهلا شفتك دغري انبسطتي وضحكتي. نعم. هيك لما شفتي الاكسبيرمنت، يعني انا بتمنى تقولي لي انه الخوف اللي كنت خايفتيه شو اليوم؟ ابدا ابدا كله تبدد لما شفت هالاكسبيرمنت هاي، وخاصه انه يمكن كمان الولد يلي مثل الدور مزبوط، وانا اللي عجبنا اكثر شيء رده فعل العالم، ما كانت سلبيه بالعكس كانت ايجابيه، وكانوا تعاطفوا مع الحاله، معناتها عارفين انه تقبلوا الاختلاف، وهيدا هون الهدف اللي وصلنا له، انه المجتمع اللبناني بلش يتقبل الاختلاف. انا ابني عمره 25 سنه، لما كان عمره 3 سنين كنت اخذه على اماكن العامه، ما كانت هيك رده الفعل ابدا، بالعكس كانوا يطلعوا فيه بيقولوا له ولو شو ما بتعرفي تربي ابنك، وهيدا هالشيء كان خليني انزوي. كانوا يفكروا انه المشكله من الاهل مش عارفين انه عنده توحد. طبعا لانه بالشكل طبيعي، مش مثل التريزومي 21 ببين بالشكل، بالشكل طبيعي بس تصرفاته غلط. طب كيف اختلفت اليوم الناس مع حاله ابنك من وقت ما كان صغير لهلا؟ اختلفوا لانه صار في توعيه اكثر، هيدا الشيء اكيد، يعني صاروا العالم بيتقبلوا هيك حالات. قديش ناقصنا توعيه بعد؟ لا، لانه اللي شفناه اليوم بدل انه الناس ما بتعرف. لا، ما لازم توقف التوعيه. نعم. بس لا، بعتقد نتيجه الاكسبيرمنت كثير ايجابيه. هلا بتخلي الموضوع يزيد. نعم. رح ننتقل لنحكي بالتفاصيل والارشادات ونعمل توعيه نحن وياك عن التوحد، ولكن خلينا ننتقل لحاله واقعيه لقصه نجاح. صحيح انه ما في فرحه بالدنيا بتوازي فرحه ام عم تحمل ابنها لاول مره، عم تتعرف عليه، عم تحفظ بلحظه بثانيه تفاصيل ما بتنساها كل حياتها، ويمكن ما حدا غيرها بيشوفها او بينتبه لها، وما في لحظه بالحياه بتشبه لما بي بيحمل ابنه لاول مره، بيخفق قلبه وبيكون بثواني رسم له سنينه يلي جايه، ووعد حاله يحافظ على كل تفصيل بيمرق لحتى بيوم من الايام يقعد مع ابنه ويخبره عنه. المفاجأة كانت لما هالابن كبر من دون ما يعرف امه وبيه، علما انه حده، علما انه عيونه عم تتطلع صوبه على طول، بتقرب الام لحتى تحكي مع ابنها، بتكغي له، بتمسك له ايديه، بتضحك له، ولكن الولد ما بيعمل ولا اي رده فعل، البي تحمس، اعتبر انه ابنه مشتاق له، جاب اللعب، حطهم حده، صار يغني، يزقف، يعمل ضجه، بس الابن بعده ملهي بلعبه بين ايديه عم يتأملها على السكت. قالوا الصبي عم يتغنج علينا، وقالوا منجرب مرة تانية، بس الحقيقة أكبر من هيك بكتير، الولد ما عم يتغنج وياريت عم يتغنج. من قصة وجع لقصة نجاح، قصة علي ومرض التوحد. تخيل حالك من أنت وصغير والعالم بتخاف منك، تخيل حالك للحظة عم تصرخي بس ما حدا عم يسمعك، تخيل حالك عم تتطلع حواليك بس ما عم تشوف حدا، تخيل انه الكل بده اياك حده بس ما حدا بيقدر يكون حدك بعالمك بافكارك، تخيل انك لما بتحكي ما حدا بيفهم عليك، ولما بتسكت بتطوش بسكوتك اللي بحبوك. اتضايقت؟ انزعجت من حالك؟ حسيت انك بعالم والباقيين كلهم بعالم تاني؟ هيك بحس كل طفل مصاب بمرض التوحد. بس
لحظة شوي، أنا مآمن فيك، أعطيني إيدك تنمشي سوا هالمشوار قد ما كان صعب. أنا رح ساعدك، وأنا متأكد إنه بالمحبة والعناية كله بصير. أنا اسمي علي تلاس، عمري 23 سنة، أنا من الجمعية المدنية التوحد، أنا من منطقة من بريتين من بعلبك. بحب ارسم الطبيعه، بستعمل البوينتيس بنقطن تنقيط، يمكن اعمل معرض هون يمكن بفرنسا. بحب اقعد بركي، بحب غني وبحب مثل. بدي ارجع اروح على المركز، بس مش هيداك، واحد تاني نادين بتعرفه، ما بنام هونيك، برجع على البيت كل يوم. كان في حفل العاصي وانا بدي غني معه، قال لي بتحب تغني معي، غني بتغني معي يا علي؟ قلت له ايه. عم غنينا أنا وياه عم قول الآه من حبك، عم قول الآه من حبك، بدي أنساك وبحبك، علمني كيف. كان عمره تقريباً 5 سنين، كانوا أول شيء فكروه عم يتدلع أو عم يعمل حركات، وقت الحكيم صار يقول إنه لسانه تقيل أو ما عم يعرف يحكي. لا، صار عمره تقريباً 11 سنة لحد ما نعرف عنده مشكلة توحد، وبلش يبين إنه علاجه بيكون مع الوقت. كان مرات مثلاً يصرخ، مرات يكون رايق، ممكن يعصب فجأة وبيبين عليه، يعني من حكيه معنا من طريقة تصرفه رح يبين إنه هو معصب. بمحبة ما بتنوصف وإيمان كبير، كانت السيدة هلا طليس عم تتابع ابنها وتواكبه خلال هالثلاثة وعشرين سنة. هلا وقتها بيكون الولد المصاب بالتوحد مع اهله، وهون انزعج من حي الله شيء، المفروض انه بس هن اهله اللي يتدخلوا، ما نتدخل، ما نقول كلمات مش منيحه للاهل، هن الاهل بيعرفوا كيف بدهم يتصرفوا، وبالنهايه انه ولد عمل كريز او مزعوج، نحن يعني مفروض 10 دقائق يرجع يروح بتدخل الاهل، لانه لو حتى تدخل حدا غريب ما لح هو يلتزم بالتعليمات اللي عم يقولوا اياها، لانه بالنهايه حدا غريب. لما كنا عم نصور هيدا التقرير كانت امه لعلي قاعده مقابل ابنها، كانت ساكته وكانت عم تتامله، لما فجاه بيرفع علي نظره وبيكمش امه عم تطلع عليه، ضحكت الام ورد علي وقال لها ماما انا بحبك كثير كثير. وكل مره كانت ام علي تقول لابنها الله يحميك يا ماما، كان يرد عليها يلي يحميكي انت كمان. ونحن بنحكي جالس موجه تحيه لعلي ولاهله يلي لولا عنايتهم ودورهم ما قدر علي وصل لليوم للمحل يلي وصل له. سيده هلا امه لعلي خبرتنا انه اول ما تم تشخيص حاله ابنها على انها توحد، ما قدر اي طبيب انه يقدم لها ارشادات كيف مفروض تتعامل مع ابنها. انا بتمنى منك ست اروى انك تقولي لنا بشكل سريع كثير شو الارشادات اللي لازم نعطيها. هو لازم يكون في فريق عمل يشتغل معه، فريق عمل متعدد الاختصاص، يعني معالجة نطق، معالجة نفسي حركية، معالجة نفسية، مربية مختصة، كلهم بدهم يشتغلوا مع الطفل اللي عنده توحد وبشكل مبكر. كل ما اشتغلنا بعمر السنتين وثلاثة كل ما قدرنا وصلنا لنتائج أفضل. من هون الكلفة العالية للولد اللي عنده توحد، لأنه في فريق ذو خبرة وذو أكيد اختصاص بده ينشغل معه. منه دواء وعم ينعطى، عم يشتغلوا على حالة نفسية وموضوع تعاطيه بالمجتمع تدخل مبكر، وهذا الشيء مستمر بده يكون، مش سنه وسنتين. نعم. من هون نحن علي بنعتبره من قصص الناجحه عنا، لانه من اول ما نحن تابعناه بالجمعيه وبلشنا التدخل معه. نعم. بشكل مناسب. واكيد هون كمان بدي اشكر شركه الفا اللي هي عملت له سبونسرشيب، لانه علي من هو صغير بيرسم. نعم. بس نحن ما كنا نعرف كيف بدنا نوجهه. بقى صرنا 4-5 سنين مع شركه الفا، وهذه انا بقول يعني المسؤوليه المجتمعيه. شو الارشادات اذا بدنا نعطيهم بشكل سريع؟ نعم، الإرشادات للأهل أول شيء دغري يتوجهوا عند الاختصاص إذا بدهم للمجتمع للمجتمع أهم، يعني غير الأهل المجتمع اليوم من بعد كل اللي عملناه. نعم. كيف يتعاطى مع الحالات؟ يعني إذا بأبسط إذا فينا نقول يغض النظر إذا ما بده يتحمل. أي طبعا، لأنه هي التطليعة اللي بتأذي الأهل وبتأذي الولد كمان، والتقبل أهم شيء، تقبل الاختلاف، هذا الشيء اللي بيخلينا نحن ومع أولادنا نخرط أكثر بالمجتمع. شكرا لك مدام أروى. شكرا. وشكرا للجمعية اللبنانية للتوحد، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لجهودكم. شكرا. شكرا. ما في إنسان ما بيفهم، في إنسان بيطول تيفهم، أوقات بيطول كتير بس بيرجع بيفهم، وما في شعب ما بيوعى، في شعب بيطول تيوعى، أوقات بيطول كتير قدنا نحنا بس بده يرجع ويوعى. زياد الرحباني.